انزلقت سيارة بفعل الجليد على أحد الطرقات الروسية واصطدمت بشاحنة، الأمر الذي أدى إلى قذف طفلة في الثانية من عمرها خارج النافذة لتحط على الطريق السريع في لحظة مرور شاحنة أخرى ضخمة. لأنه ورغم كل هذه الأحداث الخطيرة نجت الطفلة بأعجوبة سبحان الله من الحادث وكذلك من عجلات الشاحنة التي كانت مقبلة عليها كما نتابع في هذه الصور. Thank you.